المغرب يشرع في استعمال طائرة درون إسرائيلية لمراقبة الغابات وكشف الحرائق لحظة وقوعها. شرع المغرب في استخدام طائرات درون ألمانية مجهزة بنظام تحكم إسرائيلي متطور لمراقبة الغابات لتفادي الحرائق. وتعتبر هذه التقنية المتطورة أولى ثمار عودة العلاقات الثنائية بين البلدين بعدما تم الاتفاق على تطوير التعاون في قطاعات الفلاحة والبيئة والمياه. وشرعت مندوبية المياه والغابات بإقليم بولمان في استعمال طائرات الدرون الألمانية والمجهزة بنظام تحكم إسرائيلي خاص بمراقبة المجال الغابوي، وهي مزودة بكاميرات حرارية ليلية تستطيع التحليق على علو 3000 متر في مختلف الفصول بفضل مقاومتها للرياح والأمطار والثلوج.